بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رجعنا لكم تاني ولسه مع آداب الغسل. قلت لكم من آداب الغسل اتباع السنة في الغسل. سيدنا النبي كان بيغتسل إزاي؟ كان صلى الله عليه وسلم يستنجي أولا، ورد في الحديث كده، كان يغسل ذكره ومذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى من سنن الغسل الاستنجاء قبله والوضوء قبله، هكذا كان يفعل النبي. ده حتى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعاود معاشرة أهله يغتسل. أنت متخيل؟ يعني لو عاشر زوجته وأراد أن يعاود مرة أخرى يغتسل، وقال في الحديث فإنه أنشط للعود. دي سنة ولا حياء في العلم، الواحد لابد أن يتعلم، وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. طيب اغتسال النبي كان إزاي؟ كان يبدأ بالأعالي قبل الأسافل. يعني إيه؟ يعني الجزء الأعلى من الجسد الأول وبعدين الجزء الأسفل. وكان يبدأ بالميامن قبل المياسر. يعني إيه؟ يعني يقسم الجسد أو الجسم أربع أجزاء: النصف العلوي اليمين الأول وبعدين الشمال، النصف السفلي اليمين الأول وبعدين الشمال. يعني يغسل الشق الأيمن من النصف الأعلى الأول وبعدين الشق الأيسر، وبعدين ينزل للشق الأسفل الأيمن وبعدين الأيسر. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. دي سنة عن النبي. طب لو حضرتك نزلت تحت الشاور أو تحت الدش ونويت الاغتسال وتعمم الجسد بالماء، خلاص الغسل تم والغسل صحيح. لكن عايز تصيب السنة، ابدأ باليمين ثم باليسار، بالأعلى ثم بالأسفل. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. أيضا في سنة عن سيدنا النبي في الغسل، سنة كتير من الناس يتركها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب، خد بالك عليك جنابة والبرد شديد في الشتاء، ولا يريد أن يغتسل بالليل، عايز يغتسل في الصباح، طب يعمل إيه؟ عايز يأكل أو ينام. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ ثم أكل أو نام. خد بالك، خدي بالك من دي سنة نبوية عن سيدنا النبي. الإنسان عليه جنابة، أصابته الجنابة ووجب عليه الغسل والبرد شديد ولا يستطيع أن يغتسل بالليل وعايز يأكل أو عايز ينام، يعمل إيه؟ يعمل زي ما كان بيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ ثم نام أو أكل، وفي الصباح يغتسل. كذلك في رمضان لو واحد أصابته الجنابة بالليل وأصبح في الصباح وهو جنب، أذن عليه الفجر وجنب، صيامه صحيح، يغتسل ويتم الصيام وصيامه صحيح إن شاء الله. دي بعض الآداب التي نتأدب بها في الغسل كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. نجملها مرة تانية كده، قلت إن سيدنا النبي كان يسمي قبل الغسل التسمية: ستر العورة، غض البصر وحفظ الفرج، عدم الإسراف في المياه، التيامن قبل المياسر، والأعالي قبل الأسافل، أو إن شئت قلت اتباع السنة. والغسل يذكرنا بالآخرة ويذكرنا بالغسل الأخير. يبقى من أداب الغسل إن أنت وإنت بتغتسل تتذكر وتعتبر أنك الآن تغسل جسدك بيديك، غدا ستكون طريح الخشبة وتغسل وتقلب يمينا ويسارا، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الآن أنت بتغتسل وتستعمل الشامبو والصابون والكريمات والزيوت إلى آخره، ثم تلبس ما شئت من الثياب، وغدا
وإن غدا لناظره لقريب، توضع على خشبة الغسل وحيدا فريدا، يقلبوك بأيديهم يمينا ويسارا، ولا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا. في هذه الحالة الإنسان لا ينفعه إلا العمل. فإحنا وإحنا بنغتسل في الدنيا يبقى ده مدعاه للتذكير والعظة والاعتبار، تذكر واعتبر بما أنت قادم عليه. ونسأل الله السلامة ونسأل الله حسن الخاتمة، اللهم آمين يا رب العالمين. ده بالنسبة لمجمل آداب الغسل، ربنا يأدبنا بهذه الآداب. وهروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معايا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رجعنا لكم تاني ولسه مع آداب الغسل. قلت لكم من آداب الغسل اتباع السنة في الغسل. سيدنا النبي كان بيغتسل إزاي؟ كان صلى الله عليه وسلم يستنجي أولا، ورد في الحديث كده، كان يغسل ذكره ومذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى من سنن الغسل الاستنجاء قبله والوضوء قبله، هكذا كان يفعل النبي. ده حتى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعاود معاشرة أهله يغتسل. أنت متخيل؟ يعني لو عاشر زوجته وأراد أن يعاود مرة أخرى يغتسل، وقال في الحديث فإنه أنشط للعود. دي سنة ولا حياء في العلم، الواحد لابد أن يتعلم، وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. طيب اغتسال النبي كان إزاي؟ كان يبدأ بالأعالي قبل الأسافل. يعني إيه؟ يعني الجزء الأعلى من الجسد الأول وبعدين الجزء الأسفل. وكان يبدأ بالميامن قبل المياسر. يعني إيه؟ يعني يقسم الجسد أو الجسم أربع أجزاء، النصف العلوي اليمين الأول وبعدين الشمال، النصف السفلي اليمين الأول وبعدين الشمال. يعني يغسل الشق الأيمن من النصف الأعلى الأول وبعدين الشق الأيسر، وبعدين ينزل للشق الأسفل الأيمن وبعدين الأيسر. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. دي سنة عن النبي. طب لو حضرتك نزلت تحت الشاور أو تحت الدش ونويت الاغتسال وتعمم الجسد بالماء، خلاص الغسل تم والغسل صحيح. لكن عايز تصيب السنة، ابدأ باليمين ثم باليسار، بالأعلى ثم بالأسفل. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. أيضا في سنة عن سيدنا النبي في الغسل، سنة كتير من الناس يتركها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب، خد بالك عليك جنابة والبرد شديد في الشتاء، ولا يريد أن يغتسل بالليل، عايز يغتسل في الصباح، طب يعمل إيه؟ عايز يأكل أو ينام. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ ثم أكل أو نام. خد بالك، خدي بالك من دي سنة نبوية عن سيدنا النبي. الإنسان عليه جنابة، أصابته الجنابة ووجب عليه الغسل والبرد شديد ولا يستطيع أن يغتسل بالليل وعايز يأكل أو عايز ينام، يعمل إيه؟ يعمل زي ما كان بيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ ثم نام أو أكل، وفي الصباح يغتسل. كذلك في رمضان لو واحد أصابته الجنابة بالليل وأصبح في الصباح وهو جنب، أذن عليه الفجر وجنب، صيامه صحيح، يغتسل ويتم الصيام وصيامه صحيح إن شاء الله. دي بعض الآداب التي نتأدب بها في الغسل كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. نجملها مرة تانية كده، قلت إن سيدنا النبي كان يسمي قبل الغسل التسمية، ستر العورة،
غض البصر وحفظ الفرج، عدم الإسراف في المياه، التيامن قبل المياسر، والأعالي قبل الأسافل، أو إن شئت قلت اتباع السنة. والغسل يذكرنا بالآخرة ويذكرنا بالغسل الأخير. يبقى من أداب الغسل إن أنت وإنت بتغتسل تتذكر وتعتبر أنك الآن تغسل جسدك بيديك، غدا ستكون طريح الخشبة وتغسل وتقلب يمينا ويسارا. إن في ذلك لعبارة لمن يخشى. الآن أنت بتغتسل وتستعمل الشامبو والصابون والكريمات والزيوت إلى آخره، ثم تلبس ما شئت من الثياب، وغدا وإن غدا لناظره لقريب توضع على خشبة الغسل وحيدا فريدا، يقلبوك بأيديهم يمينا ويسارا، ولا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا. في هذه الحالة الإنسان لا ينفعه إلا العمل. فإحنا وإحنا بنغتسل في الدنيا يبقى ده مدعاه للتذكير والعظة والاعتبار. تذكر واعتبر بما أنت قادم عليه، ونسأل الله السلامة ونسأل الله حسن الخاتمة، اللهم آمين يا رب العالمين. ده بالنسبة لمجمل آداب الغسل، ربنا يأدبنا بهذه الآداب. وهروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معايا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين يا رب العالمين. ورد إلينا سؤال من إحدى المشاهدات الكريمات تقول فيه: من الأولى بالوقوف على غسل الميت؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد، أن الميت إذا مات وجب على الأحياء تجاهه أربعة أشياء. من حق الميت على الأحياء أربعة أشياء: أن يغسل، وأن يكفن، وأن يصلى عليه، وأن يدفن في مقابر المسلمين. طيب، الميت لما يموت من الأولى بتغسيله؟ الولد يغسل والده، والبنت تغسل أمها، والأخت تغسل أختها. طيب، هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته؟ وهل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها؟ نعم، يجوز هذا. بعض الناس يقول لك لا، ده الزوجية انتهت. إزاي انتهت؟ وهي ترث هذا الزوج وهو يرث هذه الزوجة، لسه الزوجية قائمة. خدوا بالكم من حاجة مهمة، زوجات سيدنا النبي السيدة عائشة بتقول: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله إلا زوجاته. لو استقبلنا الأمر ما كانش حد هيغسل النبي إلا زوجات النبي أمهات المؤمنين. فيجوز للزوجة أن تغسل زوجها، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للولد أن يقف على غسل أبيه، ويجوز للبنت أن تقف وأن تغسل أمها. طيب، هل يجوز للولد أن يقف على غسل أمه؟ لا، في الحالة دي نقول الأولى والأفضل والأحسن أن تلي النساء غسلها، زوجها يقف، إنما الابن لا يقف على غسل أمه عشان هتنكشف عورة الأم أمامه. فالأولى والأفضل والأحسن أن يترك ذلك للنساء، لأخواته، لخالاته، لأقاربه من النساء، الأفضل ألا يقف. فإن تعذر ذلك ولا يجد من يغسل أمه فيجوز أن يغسلها. طيب الدفن، الأولى أن يقوم بالدفن الأرحام. يعني كنا زمان في الإمارات أو في دول الخليج عموما، لما يموت ميت رجل يدفنوا أولاده،
وإخوانه. طب لما تموت امرأة ينزل أرحام المرأة ويضع سترة غطاء، وهذا موجود في البقيع، اللي بيروح منكم البقيع ويشوف عند دفن الأموات تجد بيجيبوا كده حتة قماشة سترة يفرشوها على أعلى القبر، وينزل الأقارب والأرحام وأبناء الميتة ويقومون بلحدها ودفنها، لأنهم هم أولى بدفنها عشان عورة الميتة. وورد في الحديث إن أول من هودجت على نعشها عند موتها السيدة فاطمة الزهراء، لما قالت لها السيدة أسماء بنت عميس: كنا في الحبشة إذا مات عندنا ميت هودجنا عليه، نعمل كده هودج زي هودج الجمل على الإيه؟ على نعش الميت. ومن السنة أن تغطى المرأة في خشبتها أو في نعشها، الخشبة اللي بنشيلها دي لو امرأة نغطيها، طب لو رجل من السنة أن يكشف، وعليه نقول للسائلة الكريمة: يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، ويجوز للابن أن يغسل أباه، ويجوز للبنت أن تغسل أمها، والأولى والأفضل أن تلي النساء أمر النساء وأن يلي الرجال أمر الرجال، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، اللهم آمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.